السلام عليكم. في بلاجين عشان تصدر الاسكادول اكتر من اسكادول في نفس الوقت للاكسل، تقدر تحدد الحاجات اللي انت عايزها. سبورت ليست، هل انت عايزهم كلهم في وان ورك بوك ولا في مالتي ورك بوك؟ وبعد كده تختار نروح نصدرهم لك لجدول الاكسل. هتفتح الاكسل هتلاقي الجداول كلها موجودة بالشكل دوت، وورد سكادول، ويندو سكادول، بلاندنج سكادول، ليفل سكادول، وهكذا. نفس الجداول اللي موجودة في الريفت. بالطريقة دي كنا مصدرهم واحد واحد، ممكن نصدرهم لسي اس في، ده هنا خلاص بيحولوا مرة واحدة على الاكسل. لو قلت له مالتي ورك بوك هيبدأ يقسمهم لك. لا أكثر من ملف، الول لوحده واللونز لوحده وهكذا، بدل ما هما كانوا موجودين داتابيس.